الله يجزاك خير يا قبله. الله يجزاك خير. وخليك شي بانر. لا اله الا الله. ننتظر التحديث يوصلنا من الزملاء. طبعا نذكر ابو حماد ان التصويت لم يتوقف حتى المجموعه الاولى، التصويت نعم. شغال. التصويت شغال. قبلان؟ قبلان وناصر تعال بالله هنا. لا ناصر كويس مكانه صح؟ خلينا نشوف ناصر. ناصر كويس مكان؟ اموره تمام خلاص. التصويت شغال نعم. بس احنا نتكلم عن الساعه الذهبيه واللي بكل تاكيد هنيه له اللي استغلها الامانه. ننتظر التحديث وصلنا. ابو محمد يمكن قاطعناك سم. لا والله ما عندي شيء بس يعني الشباب والله العظيم انكم طلعتوا شخصياتكم بشكل مشرف امام الجمهور في السبع ايام هذه او ست ايام. اربع ايام؟ اربع ايام؟ إيه؟ لا خمس ايام ست ايام. اليوم كمان سادس إيه؟ شفتني مركز اكثر منك ابوي. معهم انا يوميا ترى صح. فالله يوفقكم ان شاء الله. الله يعينه صدق. وفالك بالعكس ترى يونسون سيف. انت من وين؟ من ريامي طال عمرك. لا لا ونعم اتكلم. انت من وين؟ من الكويت. الرياض. ما من الكويت. انت كويتي؟ لا سعودي من ال سالم الوعلى. ونعم والله نحسبك من الكويت ورب الكعبه. ها والله نحسبك من الكويت. طيب وصل التحديث. وصل التحديث. طيب الزملاء في الكنترول نعلن عن اخر عشرة اول عشرة. ايش رايك ابو محمد؟ نعلن عن اول عشرة ولا؟ طيب بنعلن اول عشرة؟ لا لا بنعلن اول عشرة. تمام العاشر سعود بن علوش السبيعي. مبروك لك استغلال الساعة الذهبية. اللي بعده عبد الله بن سالم القحطاني. اللي بعده حشر بن حمد الفهاد. نايف بن محمد اليامي السابع. السادس تركي السبيعي. طيب الخمسة. الخامس إلى الأول بيكون عنده أبو محمد. الخامس فايز مانع الشهراني. الرابع فيصل علي الحازم. الثالث محمد هادي الرزقي. أما الثاني والأول نبي شف فكانت أبو محمد. الثاني والاول او على الاقل تقدير الاول صدق يستاهل اعلان حماسي. نعم. يا محمد ابشر خلاص. لان باختصار صدق رجال يبي المليون. نبي شيلات شيلات. يبي البرنامج يبي المليون. يبي البرنامج يبي ايش؟ يبي المليون. باخذهم انا وداحم باخذهم. تعال ناصر ايش تبي انت؟ رجع ناصر وسيف. يا مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. من وقفوا خلاص وقفين من بدا البرنامج وانتم الأول الثاني الأول الثاني الأول نعم الثاني. نعم الأول والثاني وإن شاء الله الأوائل على طول على طول. طيب ناصر أقول الجبال راسي مكانها. ما شاء الله تبارك الله. يعني تتوقعون أحد بياخذ مركزكم؟ شباب الصوت يا شباب بنعلن يا شباب من الأول ومن الثاني بنعلن. يا أبو حمادي إذا بنتنازل ممكن. يعني انتم حابين انفسكم كذا واحد على واحد الثاني. نعم كلنا واحد. ممكن تنازل غيرنا. طيب تعرفون من الأول ومن الثاني؟ سيف الأول ومن الثاني. يمكن تغير النتائج. يستاهل. طيب صاحب المركز الاول واللي اخذها عن جداره والله يوفقه ان شاء الله. لسان حاله يقول ماني بحي الله ولاني واحد ضمن الحضور. انا الحضور اللي تسولف به جميع الالسنه. الف مبروك سيف. فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي ليك كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما. استاهل استاهل استاهل. طيب طلع
الله ما ادري ايش اقول، بيض الله وجهكم يا ربعنا وجماعتنا. اسمعوني عادي لو تكلمت وش اسمه ابو عبد الله السبيعي، بيض الله وجهكم. انتظروني انتظروني باخذ بيض الله. ووعدنا القريه والله يا رجال، وتشوفوني على منصه الستيج ولا بنزايد زعل.